مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم والسلام في حلقة جديدة من أسرار التسوق في كندا. اليوم بدنا نروح على محل من أحد المحلات المشهورة في كندا، في منها عدة فروع اسمها TNT، وهي سوبر ماركت صيني تابع لشركة لوبلوز. خلينا ندخل نشوف شو في شغلات غريبة وعجيبة، ويلا معنا. طبعا اول ما تدخلوا هذا المكان راح تلاحظوا انه كل شيء موجود بالصيني. هذا اليوبين او الكعك الصيني لانه عندهم عيد قريبا. هاي اسعاره، اكل جاهز بتلاقيه كله اكل صيني. هاي غالي في الاكل، والمثلجات كلها طبعا صينيه. هذه دامبلينز، اصور كل اسعار كتير هون لانه يعني المهتم كتير بده يجي ويشتري من هون. بده يشتري مجبرا اخاك لبطل، لانه هذا اكبر سوبر ماركت صيني في كل كندا. طبعا هذا اللي هو TNT البراند، شغلات حلوة هيك غريبة. هذا سوسج، شكله هذا كعك مختوم عليه. طبعا كعك مشهور فيها عندهم. هذا هون قسم المشروبات، هذا طبعا الكوكوناتس مشهور في الصين. وهون النودلز، هاي النودلز معمولة مش زي المعكرونة، هاي النودلز معمولة من الرز، عشان هيك تلاقي لونها ابيض بس تنطبخ بتصير شفافة. هاي مش من الطحين، من الرز. هاي شوية سناكس للأطفال، وهاي كلكم بتعرفوها النودلز الجاهزة. هاي برضو زي بهارات تنحط على الأكل. هاي شطشطة، اللي بحب تشطشط، حراق أو هريسة، يعني من كل أنواع طلعوا. هاي كلها شغلات برضو، أشياء بتتاكل مع المخللات. كلها هاي مخللات، هاي مخللات دوفو. هاي كلها صوص بنحط على النودلز لما ينطبخ، وهذا ترياكي صوص معروف، له طعمة قادحة شوية، يعني صعبة شوية. هدول زي سناكس للأطفال. هاي شوف الصيني، هدول كمان سناكس. هاي كلها سناكس للأطفال، اللي بحبوا السناكس. هذا زي بسكوت،
هاي كمان زي ما حكينا عنها نودلز تانية من زي هاي شايفينها، هاي نودلز من من الطحين، واللي قبالها هذيك من الرز بيختلف طعمها. وهاي النشويات بتكون اللي هي فيها رز أقل بكثير. هاي صوصات أجنبية، هاي شغلات أجنبية. هذا طبعا قسم الدوفو اللي بحب ياكل توفو رهيب. أعطيكم قسم رائع، وهذا أحد الشغلات الرائعة اللي ممكن تسووها. طبعا اليوم هلا لأنه خلصوا، هذا شريمب طازة، هاي أخطبوط، هذا سكيت فريش سكيت، مش عارف شو هو، هدول ماك شو اسمه، هذا سالمون سموك سالمون، يا عيني عايشين شايفين عم بتحركوا، هدول طازة يعني سماك. هاي السلطان ابراهيم فريش سنايبر، لاين سنايبر، هذا لابسر، بحب اللابسر، هاي السلطانات كمان عايشين، هدول الحلزون، لابسر، سلطانات كبيرة، هاي بزلز، هدول يعني اللي بحب الاسماك لازم يجي هون، لازم يجي هون. طبعا احنا وين وصلنا؟ هاي صاحبنا، وصلنا الى اعتقد هون. هذا مشروم او فطر مجفف، هذا فطر مجفف، وهي اسعاره. وهي الشغلات اللي فيها زي السكر الفضي، ما بعرف اذا في. هذا الفطر مجفف كمان، كلها انواع فطر، كلها هاي انواع فطر مجففة. طبعا بحطوها بالمية، بسلوها بشوي وبتصير فريش. هذا فطر الشجر، الموار يسموه فطر الشجر، بيطلع على الشجر، لذيذ جدا. هاي بقوليات، هون برضو هاي أدوية للكحة، هاي شغلات بيحكوا إنها تجميلية كويسة للجمال، عبارة عن نوع من أنواع الصويا مع الطوفو. هذا الجينجر، طبعا هذا جينجر رائع، أنا بحبه، هاخد واحد منه، جينجر لاتيه اسمه، جينجر عصير جينجر مع الحليب. وهي انواع الشاي الموجوده هون، طبعا في شاي ليبتون، بس في شاي صيني كمان، هذا الشاي الصيني، وبوار تشا معروف، هذا البوار تشا مشهور، وولونج تشا، جاسمين تي، تشاينا جرين تي، هذول اربع انواع من اشهر انواع الشاي الموجوده في تشاينا. الشاي طبعا يعني اذا بدك تشرب الشاي لازم تيجي هون. هذا الشاي اسمه بوار، معروف في الصين، وهو مجفف على طريقة الكعك، الكعكة بتلاقيها بتقسمها قسم. هاي سناكس كمان، ندخل على اللي بعده. طبعا الصينيين بيحبوا الشغلات هاي كثير، السناكس هاي زي مجفف. هذا لوتوس روتس، اللوتوس روتس يعني ما بعرف اذا في حدا بالدول العربيه بوكلو، هذا هو زهره او فاكهه اللوتوس، تطلع هي عباره عن جذر لنبته اللوتوس، بوكلوها الصينيين، طعمها يشبه البطاطا لكن شكلها زي ما انتم شايفين هيك مثقب بثقوب، طعمها كثير بيشبه البطاطا ولذيذ جدا. هذا نوع من انواع الشغلات اللي بيشربوها،
هي هاني مع ليمون او الوي او سيتروس كوريان هاني زاكي كتير. هذا مثلا مع الجينجر حناخذ وحده هلا، وهذا مع الروت جينسينج برضه لذيذ جدا. حناخذ واحد، هذول اللي اخذناهم اليوم شغلات مفيده للصحه. طبعا هون سحور وطناجر على الطريقه الصينيه، هذول يعني اللي بده تشوبستيكس واللي بده الشغلات هاي والصحون هاي، هذا بريق الشاي الصيني، هاي التشوبستيكس، هدول المقالي اللي بقلوا فيهم الصينيين. طبعا زي ما انتم شايفين مجورين كتير لانه بحط فيهم الزيت وبصير يقلب الاكل بطريقه لايف. هاي منتجات باودرز وما باودر شو اسمه شامبو، وهاي منتجات غسيل. هذا الرز طبعا احنا لا يخفى عليكم الرز الصينيين فرقوا كتير في موضوع الرز، فمثلا هذا سوشي رايس بيختلف عن البراون رايس، بيختلف عن الجاسمين رايس، هذا برضو سوشي رايس، سوشي رايس هذا بريميوم رايس بيختلف شوية، هذا كلاروس رايس، كلاروس رايس، كونيشيكي رايس، شيريكو رايس، هذا جاسمين رايس، هذا جاسمين رايس برضو، هذا تاي رايس فرجنانس بيختلف، هذا أستراليان. واو هنا رز أسترالي مصدر شكله للصين، هذا جاسمين رايس، وايت فرجنانس رايس. شايفين في أنواع كتير من الرز. هون الرز الأسود هذا نوع تاني من الرز. خلاص اوب سوري، هدول العصائر او المشروبات الصينية. ف بتلاقيها هون يعني هاي الشغلات، الشاي وما الشاي الصيني الجاهز. الفواكه والخضار راح تكون تقريبا قريبة كثير من ما تجده في المحلات الثانية، لكن في عندهم خضروات. واو الميلون، شوف الشمام هيني. عن الباوند 1.29، والله شكلها بشاحي. وعن هون في شغلات مثلجة، فيش ستيك. هذا مثلا الفواكه الصينية، هاي يمكن ما تلاقيها، هذا كوريان ميلونز موجود، هاي سعره. وهذا الفريوي فروت، هذا دونات بيتش، هذا اللونغان، لونغان هذا زاكي كتير، هذا الريد دراجون فروت معروف، هذا ليتشي سبيشال ليتشي، هذا نوع من انواع الليتشي، وهذا داوتز يعني هم بيعتبروها هذا ديت، بس هو مش زي التمر تبعنا، طعمه مش حلو زي التمر، هو طعمه يعني ناشف شوي. هاي شغلات تنحط مع الطبيخ، هاي مخللات الكورية. طبعا هاي الفواكه بشكل طبيعي، هاي الكوسة تبعتنا، هذا مثلا التشاينيز اونيون او تشيبس اونيون، هذا باذنجان، هذا المشرومز، عندهم كثير انواع مشروم، بحبوا المشروم هم. هذا تشاينيز يان، هذا كويس كثير للرئتين والصحه، بنظف الرئتين. هذا الجابانيز ايجنو، هاي الباميه، هذا القمح اللي بيطلع من القمح اول ما ينمو القمح، مفيد جدا للصحه، جدا للصحه، باكلوه تقريبا مع النودلز وبخلطوه مع الاكل، فلذيذ جدا. هذا الشغلات، هذا هو اليان اللي حكينا لك عنه، نقيمو. هذا جينسينج، هذا يعني فريش جينسينج، هلا سعره كثير هذا رخيص، يعني هذا الجينسينج غالي لانه
هو مغذي وجيد للإيميون سيستم، وخاصة للرجال اللي عندهم ضعف بسبب قوي جدا. يعني هذا التشاينيز يو تشوي مشهور كتير، هاي سعره لذيذ كتير بسلوب وكله زي ما هو كويس للجهاز الهضمي. هذا البو تشوي يمكن كلكم سمعتوا عنه، فحبينا ناخذكم هاي الجولة في هذا المحل الصيني، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، وحابين نراكم قريبا في حلقة ثانية من حلقاتنا مع تسوق في كندا، ونراكم إن شاء الله. سلام. إذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع